هادو 4 ونص نهضر يا اخي. اي قطعه قطعه في لما دور فري راكم في بوزواك بلديه بابار. الاسعار راي من 4 ونص حتى ل 12 مليون. حاولنا بقدر الامكان ان نخفضوا للناس باش تشري علينا ويجيونا، والحمد لله رانا بعنا الخير والبركه ومازال الخير ان شاء الله. مازالت واحد 8 ايام ولا 10 ايام ان شاء الله ربي يدير القسم للناس. الناس ضر لهم شويه الجفاف هذا العام الاول والعام الثاني. الناس تسمى السلاله نتاع الغلم نتاعنا نتاع الجهه نتاعنا راهي نقصت. الناس الموال الناس باعت اللي عنده في مثلا 300 و400 نعجه كان يربي 300 و500 نعجه رجعت عنده 60 و70 فهمتوا. كاين الناس اللي عندهم 60 و70 راهم باعوا من كثره الجفاف ومن طون السلاله هذه نتاعنا ناقصه شويه. والذبيحه ثاني نتاع الخروفه ياسر يتسمى نهضروا يعني المفيد يعني راهو تذبح الخروفه اكثر من الخروف هذاك ولات نقصت السلاله نتاعنا هذه للجهه نتاعنا. ونقولوا ان شاء الله ربي يعدل الاحوال والناس كل تعيدوا وان شاء الله لعله يديروا لنا حل كش ما يديروا لنا حل السلطات الحل. لو كان شويه يعني الجهه نتاعنا الظلم نتاعنا حنا يراتيوها شويه عام ولا عامين على الاقل تكون عندنا يسمى يكون عندنا الوفره نتاع النعجه وتكون عندنا الخروف. تسمى الاسباب راهي كثره الذبيحه نتاع الانثى فهمتني. هذا ماهوش حتى عامل باش نتاع الغلاء على الغلاء راهو يبدا من هذا الشيء هذا بعد يبدا من الذبيحه نتاع الانثى. لو كان يذبحوا الذكر تسمى راح يكون عندنا الاضاحي وتكون عندنا تسمى هذا هو اللي يقلل عندنا سلاله الغلم نتاعنا احنا حتى نجيبوا نتاع رومانيا ولا نجيبوا يعني الحمد لله الدوله بدات توفر في الامور لعلها ان شاء الله في المستقبل القريب نكون عندنا الناس تعيد ب 6 ملايين و5 ملايين و4 ملايين وما اقل يا اخي هكذا. ان شاء الله ربي يدير نقسم للناس كله ويفرج للناس كله. غلاء العلف صحه غاليه المستوره وكاين شويه كاين الغلاء بصح واش هو راهي السلاله ناقصه. العرض الطلب 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 ياسر والعرض ما كانش تسمى الحاجه اللي متوفره ما كانش الخروف ما كانش فهمتني ولا علاه كان الغلاء هذا. هما خبرتي مع الطبيعه تخليني ننصحكم جربوا هيمو براو مرهم طبيعي يقضي على البواسر. هيمو براو كاع نبراو. وطنية نيوز الواقع من المواقع.